لماذا فشلت الشرعية في إدارة المعركة الدبلوماسية؟ وبالمقابل كيف تنشط أذرع ميليشيا الحوثي في ميدان التحركات الدبلوماسية؟ هل أثقلت السعودية الملف اليمني بقضايا حقوق الإنسان والعداءات العابرة؟ أهلا بكم. تحت غطاء حقوق الإنسان ينشط الحوثيون عبر منظمات غير حكومية في مجلس حقوق الإنسان وأروقة الأمم المتحدة والعواصم صانعة القرار. الحوثيون عصابة إرهابية غير معترف بها أمام العالم، لكنهم استثمروا سمعة المملكة السعودية والإمارات بقضايا حقوق الإنسان والعداءات العابرة للقضية اليمنية. يقول أحد الدبلوماسيين إن الحامل السياسي للقضية اليمنية لا يزال هشاً. الاتهامات للشرعية اليمنية أن ممثليها انصرفوا نحو الخلاص الفردي وأن الحامل السياسي للقضية اليمنية غير فاعل وغير مؤثر في الدول التي تعد صانعة قرار عالمي ولها تأثير مباشر أو غير مباشر في الملف اليمني. فكيف تنشط جماعة نقول إنها قادمة من الكهف؟ ولكن ما تصنعه في المحافل الدولية يدل على عمل منظم ومدروس. بالمقابل تستمر الشرعية في لا مبالاتها ولا تحملها للمسؤولية في هذه المرحلة الحرجة. فإلى متى ستركن على شرعيتها التي بدأت عمليا بالتآكل أمام كل هذا التسليم للتحالف والانسحاب من المشهد؟ ميليشيات محاصرة بالعقوبات والجرائم والإدانات الدولية، لكنها لا تزال تنشط لحشد الدعم السياسي والدبلوماسي في بلدان العالم تحت شعارات عدة، أبرزها استهداف السعودية للمدنيين وزعزعة الإمارات للأمن اليمني والإقليمي، ناهيك عن مظلة حقوق الإنسان. فيما شرعية وجدت دعماً محلياً وإقليمياً ودولياً، لا يزال الإخفاق المستمر سمتها الأبرز في حمل قضية اليمنيين، إخفاق لا يبتعد كثيراً عن الإخفاقات العسكرية على الأرض، والتي توجت بتحول التحالف عن أهدافه إلى ما يشبه الاستعمار الناعم. كان من أسباب ذلك غياب الإطار القانوني لتدخل التحالف في اليمن، والذي تسبب بتآكل الشرعية على الأرض وهشاشة موقفها أمام المجتمع الدولي. مؤخراً شهدت البرلمانات الأوروبية والهيئات غير الرسمية حراكاً من اللوبي الحوثي المدعوم من طهران في مشاركته وصولاً إلى اجتماعات في مجلس الأمن وإجراء لقاءات مستمرة للوبي الحوثي الذي ينشط بلا هوادة في هذه الأروقة، ناهيك عن انخراط بعض أفراد من هذه الجماعات في منظمات متعددة من الأمم المتحدة. يدرك الجميع أن ميليشيا الحوثي عصابة إرهابية غير معترف بها أمام العالم، لكنهم استثمروا سمعة المملكة السعودية والإمارات بقضايا حقوق الإنسان والعداءات العابرة للقضية اليمنية. يقول سياسيون إن الملف اليمني أرهقه النظام السعودي الذي استدعى العداءات من حوله، فدفع بكثير من الدول الأوروبية والكونغرس الأمريكي إلى الإحجام عن دعمه بالسلاح، ناهيك عن قضايا تتعلق بالانتهاكات ضد الإنسانية، أبرزها جريمة مقتل خاشقجي، إذ غير بعيد عما ترسمه طهران في مساراتها الدولية تمضي المعركة الدبلوماسية على الوتيرة نفسها مع ما يحدث في الأرض. ضاعت القضية اليمنية وحضرت السعودية كواجهة للصراع، وبدا واضحا أن الملف اليمني تحمل حمولة أكثر من قدره. المشهد الحاضر يقول إن الشرعية تعيش مرحلة غير واضحة المعالم في علاج مشاكل البلاد، ونتيجة غياب الرؤية في التعامل سواء مع الخصوم أو الداعمين الدوليين والمحليين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي هنا في الأستوديو البرلماني شوقي القاضي، عضو لجنة الحقوق والحريات في مجلس النواب، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير أستاذ شوقي. أهلا بك. إذن أستاذ شوقي، الناطق باسم ميليشيا الحوثي محمد عبد السلام وعبد الملك العجري في بروكسل يلتقيان بمسؤولين في برلمان الاتحاد الأوروبي بدعوة رسمية، كيف تتابع هذه التحركات الدولية للميليشيا الحوثي وعلى هذا المستوى؟ طبعا طبيعي أختي، بعد الشكر لك وللسيدات والسادة المشاهدين،
طبيعي أننا نتابعه بكثير من الحسرة وكثير من الاستغراب، حيث أننا أن هذه الواقعة أو هذه الحادثة ليست الأولى. كثير من الفعاليات على المستوى الدولي يتصدرها الانقلابيون ويسوق الانقلاب ويسوق قضيتهم عبر المأساة الإنسانية، عبر المنظمات الدولية وعبر كثير من المؤسسات، ليس آخرها ما حدث قبل يومين في ماليزيا. احتفال كبير، حشد كبير، مؤتمر كبير لنصرة القضية اليمنية عبر المأساة اليمنية، سوقتها يعني ضيوفها ومتحدثوها من جناح الانقلابيين وإيران. ولولا فطنة الأخ السفير في حضوره وطلبه وإصراره على أن يكون له كلمة قصيرة لكانت الفعالية ذهبت تماما باتجاه ضد الشرعية، ولكن استطاع هذا السفير بجهد بسيط بكلمة بسيطة وضح فيها كثير من الأمور الغامضة على المجتمع الدولي المجتمع الماليزي. نوعا ما لا أستطيع أن أقول 100% قلب الطاولة، لكن عدى الكثير صحيح. من الرؤية للمنصفين طبعا، لكن كانت القضية مؤلمة أن الصور كلها يعني تسوق قضية الحوثيين وضد التحالف وضد الشرعية تحت غطاء هذه المأساة، وبالتالي يعني أتابعها بحسرة واستغراب. نعم، الوضع الإنساني نعلم أنه جدا صعب، وما يحدث في اليمن الآن مأساوي للغاية، ولكن الحوثيون يستفيدون من هذا الوضع السيء، يثقون بذاكرة المجتمع الدولي وأنهم هم المتسببون الرئيسيون لكل ما حدث، ويحدثون عن الأمر الواقع. اليمن تعيش مأساة وتعيش تحت القصف، ونحن محاصرون، ونحن يعني الخطوة الأولى لكل ذلك مغفلة تماما. فلما لا تقوم الشرعية بدورها وإحياء أن كل ما تسبب بهذه المأساة هم الحوثيون؟ نعلم أن في كثير من المحافل الإعلامية يتحدثون عن هذا الشيء، ولكن حقيقة لا يوجد تحرك عملي. هو لا نستطيع أن نقول لا يوجد، لأن العدمية والتعميم ظلم طبعا وغير موضوعي. هناك جهود لكنها لا ترتقي مطلقا إلى مستوى التحدي. يعني هناك جهود أنا مطلع على بعضها من بعض السفارات، من بعض النواب، من بعض الجاليات، من بعض منظمات المجتمع المدني المنضمة لتحالف الشرعية، لكن السؤال هل ترتقي هذه الجهود وهذه المحاولات إلى مستوى التحدي؟ الجواب لا، لا يستطيع مطلقا أن يقول. السبب أختي الكريمة أنه عندما انقلب الحوثيون على مؤسسات الشرعية وفعلوا كل أفاعيلهم ودمروا بلد ونهبوا معسكرات وإلى آخره، لجأ الرئيس هادي إلى التحالف، وللأسف كان ذاك اللجوء هو عبارة عن تسليم كما يقال الجمل بما حمل للتحالف، وكأن الشرعية انتهى دورها تماما ولن تفيق إلا يوم أن يعود البلد وتستعاد الدولة وينتهي الانقلاب. سلم كل شيء للتحالف. التحالف هذا هو عبارة عن مجموعة دول بقيادة المملكة العربية السعودية والدول أخرى لأجندات كثيرة. الأجندة الأولى لحماية أمنهم القومي، الأجندة الثانية يعني نصرة النظام الرئيس هادي، وتتقاطع هنا المصالح ما بين الدول. لكن ينبغي أن لا تغيب الدولة المعنية وهي اليمن، لا تغيب، لا تغيب مؤسساتها، وبالتالي سلم. ولكن أيضا هذا التخدير الذي تحياه الشرعية يروق للتحالف، يروق له جدا، ويدفع له الأموال في سبيل أن يظل بذات السبات حتى يعني يتم التحرك كيفما يشاءون. هذه أمور ظنية، يعني لن يمنعك أحد من أن تسوق قضيتك وأن تتحرك لقضيتك في إطار المتفق عليه. يعني من حقك أن تظني هذا الظن بعد أن تفشت بعض الأمور التي تجعل الحليم حيران، لكنها تبقى في دائرة الظنيات. الحقيقة التي أنا أستطيع أن أجزم بها أنه لا يستطيع مطلقاً أحد، لا التحالف ولا غير التحالف، أن يمنع الشرعية وأن يمنع الرئيس هادي وحكومته وبرلمانه ومؤسساته، لن يستطيع أحد أن يمنعهم من أن يسوقوا قضيتهم في إطار الخطة المتكاملة. هذه رقم واحد. رقم اثنين،
للأسف ما يدل على أن الإشكالية في الشرعية قبل أن يكون في التحالف. نعم هناك أكثر من علامة استفهام وهناك أكثر من اتهام للتحالف في هذه الجزئية، ولكن المتهم الرئيس هي الشرعية برئاسة الرئيس هادي وحكومته بما فيه البرلمان، يعني بما فيه البرلمان المؤسسة التي أنتمي أنا إليها التي عطلت بسبب الرئاسة، رئاسة الشرعية، وعطلت بسببنا نحن أعضاء البرلمان، أخص رؤساء الكتل والكتل الذين للأسف لم نكن عند مستوى التحدي. النقطة التي أريد أن أؤكد عليها هنا مما يدل على هذا الغياب هي أن الحكومة كان ينبغي من أول يوم أن تشكل إدارة أزمة، وأن تشكل حكومة حرب. صحيح. أنا أستغرب الآن أن يحصل تضخم، ليس ترهل، حصل تضخم في الجهاز الإداري بدءا بالوزراء، عدد الوزارات اليمنية تفوق وزارات بعض الدول الكبرى وهي في حالة المستقرة. سلم وهي مستقرة. الأمر الآخر، تضخم الجهاز الإداري أيضا في النواب والوكلاء وإلى آخره، تضخم في السفراء، يعني دولة حتى المحافظين الذين يعني محافظات ليست تحت إطار الشرعية ولديها محافظين يعين لها جهاز متكامل. نعم. لا يعين لها جهاز متكامل. صحيح. باختصار هذا التوهان من الشرعية، من رئاسة الشرعية بالتحديد، حتى لا نتوه أيضا العبارات، من رئاسة الشرعية، هذا التوهان من رئاسة الشرعية جعل يعني بدلا من أن يشكل إدارة أزمة وحكومة حرب شكل حكومة، مع احترامي طبعا لنا وأنا أحد المعنيين، شكلت حكومة ومؤسسات فنادق، يعني عايشة في الفنادق يعني ربما في وادي آخر تماما. الجملة التي قلتها في المقدمة أن كل شخص يبحث عن خلاصه الفردي، طالما هو مستقر، عائلته مستقرة، أطفاله يدرسون في المدارس، ليحدث عندما غابت إدارة الأزمة وحكومة الحرب والخطة الاستراتيجية التي ينبغي أن أنا متأكد يقين أنه لا توجد خطة استراتيجية لدينا كشرعية، ولا توجد لدينا حكومة حرب، ولا توجد لدينا إدارة أزمة. إذن بعد ذلك تحدثي بكل شيء، توقعي كل شيء. إذن اسمح لي إضافة إلى أسباب أخرى أتمنى أن يتاح الوقت لذكرها. إذن تنضم معنا سفيرة اليمن في هولندا الأستاذة سحر غانم من جنيف. مساء الخير أستاذة سحر. مساء النور آسيا، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذة سحر. تعرفين أن اليمن يمر بانقلاب وحرب ومجاعة إنسانية كبيرة، كيف تقيمين الجهود لدبلوماسية الحكومة لخدمة هذه القضايا؟ حقيقة أنا ما كنت أسمع الجزء الأول من الحديث، فإذا في أمر يعتقد أني سأرد عليه، للأسف لم أتمكن من سماع الجزء الأول منه. لا يرد منك الرد. نعم لا يرد منك الرد، وأتمنى فقط من الجماعة في الاستوديو أن يفتحوا الصوت هنا في الاستوديو حتى يتمكن الضيف من السماع أيضا. تفضل. نعم لم تستمع للأسف. نعم تفضلي استاذ. تحياتي لضيفك رغم لا اني لا اعرف من هو بالضبط. استاذ شوقي القاضي. اهلا اهلا. طيب سيدتي العزيزة، يعني خليني اولا اقول ان مؤسسة الخارجية ما زالت هي الواحدة من اهم المؤسسات الصامدة حتى اليوم، رغم كل ما يمر به البلد من اوضاع، من يعني زي ما تحدثتي الانقلاب، تبعاته، اثاره. مؤسسة الخارجية قد تكون واحدة من المتضررة جدا من هذه المؤسسات، لكنها ما زالت أهم مؤسسة صامدة في هذا الأمر، وربما يشار دائما إلى أنها ما زالت الحصن الأخير للشرعية، ما زالت هي من تمثل الحكومة الشرعية في كل مكان، ما زالت هي من تقوم بواجبات تمثيل الحكومة الشرعية باعتبارها الحكومة المنتخبة لليمن في كل المحافل الدولية. يتم النقد الدائم لأداء الدبلوماسية اليمنية، وهو أمر طبعا مقبول. الانتقاد من أهل البيت هو جزء أصيل من تصحيح مسار العمل، لكن أعتقد أنه في جلد كبير للذات، وفي توقعات أيضا عالية للغاية من الأداء الخارجية اليمنية، ونحن نسمعه باستمرار. في جزئية كبيرة منه صحيح، لكن في أيضا أجزاء فيها نوع من أنواع نعم. إذن اسمحي لي أستاذ سحر حتى يعني يكون الحوار فيه جزء من الإنصاف. تحدث الأستاذ شوقي في بداية الحديث بأن هناك جهود، لا يجب يعني أن نتحدث بعدمية الجهود، ولكنها جهود قليلة جدا
لا ترتقي لمستوى التحدي بحسب توصيف ضيفي، لا ترتقي لمستوى التحدي الذي تعيشه البلد في هذه المرحلة. يعني قد يكون هناك جهود أستاذة سحار، وقد تكون الخارجية كما قلت من المؤسسات يعني الصامدة والممثلة للشرعية في الخارج، ولكنه يعني اسمحي لي تمثيل ضئيل للغاية مقارنة بما يقوم به تقوم به ميليشيا الحوثي التي نقول عنها أنها قادمة من الكهف ورجال الكهف، لكن نجد أن عملهم منظم ومدروس ويعني مرتب له تماما من إيران ومن لبنان، ونجد منظمات إيرانية ولبنانية تقوم بالترتيب لهم في كثير من المحافل الدولية. طيب أنا حقيقة أعتقد أنك أيضا تجيبي على نفسك بهذا بحديثك الآن أو بوصفك. أولا لا، الجهد جهد كبير، والدليل أننا لحد اليوم ما زالت الخارجية كممثلة للحكومة اليمنية هي الحاضرة دائما في كل المحافل الدولية، الممثلة دائما لليمن، ولا يوجد حضور حقيقي. ربما يتم المبالغة أحيانا في الحديث عن بعض المشاركات من الطرف الانقلابي، لكن لا وجود حقيقي لهم كممثلين لليمن مطلقا، لم يتم أبدا هذا الأمر. الخارجية اليمنية ممثلة بسفرائها وممثلة أيضا للحكومة اليمنية هي المتواجدة دائما في كل المحافل الدولية، هي المقدمة دائما للرأي اليمني، هي المدعوة دائما. غدا إن شاء الله في مؤتمر المانحين، المؤتمر المانحين للمساعدة الإنسانية، تمثل الحكومة اليمنية يعني بوفد يترأسه دولة رئيس الوزراء وأيضا سفراء ووزراء من الحكومة اليمنية، فلا يمكن الحديث هنا أو المقارنة، أولا لا يجب المقارنة. طيب اسمحي لي أستاذة سحر، لحظة فقط أكمل لو سمحتي الفكرة. تفضلي. الأمر الآخر، يتم الحديث عن الخارجية اليمنية كأنها كانت سابقا خارجية دولة عظمى بكل الإمكانيات والقدرات الجبارة والتواصلات. الحقيقة إنه الخارجية اليمنية تعمل بطاقات بكل طاقتها، يعني دعيني أتحدث عن على الأقل ما أعرفه حتى لا أقول أني أهرف بما لا أعرف. نحن طاقم مثلا في هولندا مكون من 4 أشخاص فقط في تلك السفارة، نغطي 3 دول، ومع ذلك يعني يتم بذل قصارى الجهد، وللعلم يعني أو للتذكير خليني أقول أن جهود الدبلوماسية اليمنية لا تتركز فقط في الأمور السياسية، أنت عندك كمان جاليات يمنية تتزايد بسبب النزوح أو بسبب اللجوء، عندك قضايا كثيرة تدخلي فيها في كل المحافل، وتمارس الدولة أيضا الأدوار الاعتيادية المطلوبة من كل دولة. فهذا لا يمكن الحديث هنا عن أن الخارجية اليمنية لا تقدم جهود، الحقيقة أنها تقدم جهود كبيرة، لكن أشعر أنه أحيانا جلد الذات يزيد عن نعم. هي ليست أستاذة سحر، يعني ليست المسألة مسألة جلد، يعني كما قلت نحن من البيت ونتحدث عن أشياء ربما نعيشها نحن كمغتربين أيضا وكلاجئين في دول نعلم تماما. يعني الحرب لها 4 سنوات، تركيا بدأت مؤخرا خلال 2 أو 3 شهر تتحدث عن مأساة اليمن، هذا دليل تقصير كثير من الإشكالات التي تعاني منها الجاليات في كثير من الدول لم تحل. أستاذة سحر، ربما يعني البلدان التي تشكل ضغط حقيقي في اللجوء والنزوح مثل مصر والأردن وإسطنبول وكوالالمبور إلى آخره من هذه البلدان لم تحل مشاكلها الكثيرة والتي تحتاج لتحرك بسيط من الخارجية. ناهيك عن أعلم تماما أنه في المحافل الرسمية الكبيرة لا تمثل إلا بالشرعية، ولكن يعني ربما ملحوظتي أنه لا يعني أن الشرعية تنتظر فقط الدعوات الرسمية لتكون ممثلة، ولكن لا نجدها هي من تبادر وتقوم بالاجتماعات وتقوم بالتحركات وتساند حتى على مستوى المنظمات المحلية القادرة على إيصال صوتها. كثير من المنظمات تعمل بشكل فردي، لا تجد من يعينها، ولدينا ناشطين كثيرين يظهرون معنا أستاذة سحر ويتحدثون عن سوء كثير من السفارات في تعاملها وعدم دعمها لإيصال هذا الصوت. أتمنى أنها وضحت الفكرة، وأين مكمن النقد بالضبط؟ طيب لا أختلف في وجود بعض المشاكل، هذا لا خلاف عليه، ومجددا أعيد أننا لا نتحدث هنا عن مؤسسة كاملة أو مؤسسة باستطاعتها إدارة كل جوانب
الأزمة اليمنية اللي أصبحت في 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 كثير من المجالات. في بعض القضايا لا يسعني أو لا يمكن ذكرها بالتفصيل، أولا لضيق الوقت، وربما أحيانا لبعض حساسية المعلومات. في بعض الجوانب لا يمكن الحديث عنها فقط بما يتعلق بالأداء الدبلوماسي، لكن أيضا مرتبطة بأمن الدول، بسياساتها فيما يتعلق باللاجئين وإلى آخره. وهنا أتحدث عن موضوع التأشيرات وقضايا أخرى، لكن هذا مجددا لا أقول أنه يعني نحن ندعي الكمال، لا كمال، ونعلم تماما أن هناك الكثير ما يجب عمله. بالعكس، في هذا الوقت من الحرب الجهود مطلوب مضاعفته، لكن ما أقوله مجددا أنه لا يمكن الحديث عن الخارجية اليمنية أنها لا تقدم ما ينبغي منها تقديمه، بل تسعى دائما لتقديم الكثير والكثير. هذا أولا. فالعمل، النوايا والعمل موجودان، هذا أولا. الأمر الثاني اللي أقوله أن فيما يتعلق بالعمل السياسي تحديدا، خليني هنا أركز على الجانب السياسي ولن أتحدث عن بقية مهام السفارات أو وزارة الخارجية. هناك نوعان من الدبلوماسي، دبلوماسية نحن نقوم بها بشكل مباشر، دبلوماسية الدولة، وهناك أيضا دبلوماسية شعبية. ربما لن ألقي باللوم هنا على طرف أو طرف، لكن نحن نرى دبلوماسية شعبية أحيانا تركز جهودها على انتقاد الحكومة فقط في الوقت الذي يجب التعاون مع الحكومة، لأن المشروع هذا ليس مشروع للحكومة اليمنية بأفرادها، المشروع هذا مشروع وطني لنا جميعا، مشروع إنقاذ البلد من الانقلاب. لا يجب هنا البحث عن عداوات فقط أو تفريغ غضب في بعضنا البعض، بل العمل معا. وأنا هنا لا ألقي باللوم مجددا على طرف وطرف آخر. إذن نحن نبحث أيضا عن دبلوماسية شعبية. أحيانا للأسف الشديد بعض الشخصيات حتى المؤثرة اليمنية التي هي بالأصل ضد الانقلاب أصبحت أيضا تعمل ضد الحكومة. نعم، يجب أن تكون على الأقل جهد موازي. نعم، أتفهم فكرتك. ونحن هنا نؤكد على الدور المطلوب للدبلوماسية الشعبية والدبلوماسية الرسمية. إذن الحديث عن أن الدبلوماسية اليمنية أيضا لا تقوم بالمبادرة للحضور أو لإنشاء الفعاليات. بالعكس، كثير من الأنشطة قامت بها مؤسسات يمنية، السفارات اليمنية، كثير من الحضور موجود، لكن أرجع أقول أن الجهود مطلوبة، جهود إضافية أخرى مطلوبة. الصوت لم يعد واضحا أستاذة سحر، للأسف الشديد يبدو أن هناك مشكلة من المصدر. وصلت الفكرة التي تريدين إيصالها. شكرا جزيلا لك سحر غانم، سفيرة اليمن في هولندا، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف. دعني يعني أخذ من كلام الأستاذة سحر وأسألك أستاذ شوقي، لماذا العالم إذن يرى أن الحرب في اليمن هي حرب السعودية على اليمن؟ بداية أريد أن أطمئن أختي الكريمة الأستاذة الرائعة معالي السفير اليمني في هولندا الأستاذة سحر على أننا لسنا فريقين هنا، نحن فريق واحد. طيب، وهي تحدثت عن ذلك أنه بيت واحد، ولهذا لابد لنا من أن نساهم بالتقييم والتقويم، بعيدا عن جلد الذات وبعيدا عن مجاملة الذات. يعني لا نريد جلد ولا نريد مجاملة، نريد حقائق على الأرض. النقطة الثانية، أتفق مع الأستاذة سحار في أن التمثيل الرسمي في فعاليات الأمم المتحدة، الفعاليات الكبرى للدول، طبيعي أصلا، لأن المجتمع الدولي لا زال يعتبر الشرعية هي الدولة. لكن هل هذه الجهات الرسمية، أين الجهات، ماذا نعني بالمجتمع الدولي أولا؟ المجتمع الدولي أستطيع أنا أن أقسمه إلى ست مكونات كلها مهمة، ثم نتساءل بما فينا الأستاذة سحر، تتساءل أين حضورنا في الست المكونات. المكون الأول هو الحكومات، والحكومات تعترف بما يعترف به المجتمع الدولي فقط، لكن أين مراكز القرار؟ أحيانا مراكز القرار في وادي آخر غير الاعتراف الدولي. مراكز القرار يتعلق بالمصالح الاقتصادية، يتعلق بالعداوات والمجاملات. على سبيل المثال، ماليزيا تعترف رسميا بحكومة الشرعية، لكن الفعالية التي أقيمت للحوثيين. لماذا؟ لأن هناك إشكال في العلاقات. بعض الدول، على سبيل المثال قطر، يعني قطر معترفة رسميا بأن الشرعية هي
مثل أي دولة، لكن بالأخير خصومتها مع المملكة العربية السعودية تجعلها في يعني منحى آخر. وهكذا حدثي عن تركيا. إذن يعني هي تتحدث عن مسألة الدبلوماسية الشعبية، هل تجد أن هناك تقصير عمليا؟ لابد من أكمل من هو المجتمع الدولي، هذه مهم. المكون الثالث للمجتمع الدولي جماعات الضغط. البعض لا يعرف أصلا ما هو المجتمع الدولي. جماعات الضغط هي الإعلام. نعم الإعلام جزء منه الإعلام، لكن هناك شركات، هناك مؤسسات للضغط يعني متخصصة للضغط. أين تواصلنا معها؟ هناك أيضا الإعلام، هناك منظمات المجتمع المدني القوية، هناك الرأي العام. إذا كنا، سأقول كلمة مؤلمة مؤلمة مؤلمة، وأنا أتمنى من أختي سحار ومن الإخوة الخارجية تستمع أن يسمعوا جيدا. إذا كان هناك نسبة كبيرة الآن من السعوديين ومن الخليجيين الصورة لديهم ليست واضحة، حدثي بعد ذلك ولا حرج. إذا كان هنا في تركيا جزء كبير من الإعلام جزء من المسؤولين ليست الصورة لديهم واضحة، يعرفوا أن هناك طيران يقلع من المملكة العربية السعودية أو من الإمارات ويضرب في اليمن، تصوروا أن المعركة إذن بين السعودية وبين اليمن، لا يعرفوا تفاصيل الانقلاب. النقطة الثانية حتى لا يعني يتصور الإخوة في الخارجية أنهم هم المستهدفون الآن بالتقييم، بالتقييم وليس جلد الذات. عندما نتحدث عن منظومة إدارة الشرعية في الخارج، أنا بالنسبة لي أتحدث عن أربع مكونات كلها مسؤولة. واحد الخارجية وهي في رأس الهرم، اثنين وزارة شؤون المغتربين، ثلاثة وزارة حقوق الإنسان، أربعة منظمات المجتمع المدني، وزيادة في تطمين الآخرين خمسة مجلس النواب ولجانه المتخصصة. هذه المكونات الخمسة ينبغي أن تكون لديها إدارة مشتركة لإدارة المشكلة في الخارج. أنا أسأل سؤال الآن، أنت هنا مغتربة يا أستاذة في تركيا، كم مرة التقتك السفارة أو القنصلية أو وزارة شؤون المغتربين أو في موضوع كم حضرتي فعالية واحدة؟ أنا أقول لك أتحداك تذكري فعالية واحدة نظمت رسميا من قبل هذه المكونات لتوضيح القضية. جهد بسيط تقوم به إما الجالية كأفراد بلا إمكانات، أو يقوم به بعض المراكز الذي أنشئت لهذه القضية، يعني مثل بعض المراكز اليمنية. إذن عندما نذكر، لا نذكر الخارجية فقط، أنا أذكر الخمسة المكونات، وعندما أستهدف لا أستهدف الدول الحكومات، أنا أستهدف أكثر من ست مكونات بمجموعها اسمها المجتمع الدولي. سؤالك بالضبط يعني معلي أنه هو ندور في نفس الدائرة، لماذا العالم يعتقد أن الحرب هي حرب السعودية على اليمن؟ العالم يا أستاذة، العالم كما يقال عقول الناس في عيونهم، عقول الناس في عيونهم. عندما يشاهد قصف طيران يقصف، ما الذي ستصل الرسالة؟ هو لا يعرف مطلقا أن الانقلاب حصل في 21 سبتمبر 2014، وأن الحوثيين هم الذين أسقطوا الدولة، وأن الميليشيا الحوثيين هم الذين تحرشوا بدول الخليج، وأن ميليشيا الحوثي هم الذين هددوا الأمن الإقليمي والدولي، وأن ميليشيا الحوثيين هم الذين حاولوا قتل الرئيس بالطيران عندما كان في معاشيق، وأن ميليشيا الحوثي فعلت كل هذه الجرائم وجلبت كل هذه المآسي، وأن ميليشيا الحوثي هي التي تسببت بالجوع وتسببت بالمرض وتسببت بغياب الدولة. المجتمع ذواكر الناس مخروقة. هو يشاهد الآن طائرة تقصف، والحوثي ومن يدعم من المجتمع الدولي يرى هكذا. الأمر الآخر وهي نقطة مهمة، أن المجتمع الدولي أيضا كما ذكرنا في موضوع جماعات الضغط ومراكز القرار، هناك شركات السلاح، هذه الشركات أيضا تضغط باتجاه أن تبقى هذه المشكلة وأن تتشوه صورتها حتى لا يرتص العالم لحلها، وبالتالي هي تشتغل لأجل السلاح ينتشر إلى. أضرب لك مثلا، انظر الآن في الفترة الأخيرة كيف قزمت القضية اليمنية إلى الحديدة. صحيح. يعني ليست هناك قضية، الأمم المتحدة والمبعوث الدولي للأمم المتحدة والمندوبية الأمم المتحدة كلهم في موضوع الحديدة وميناء الحديدة، لأن هناك جماعات ضغط تشتغل في هذا الاتجاه فقط لا غير، ونسيت اليمن كلها بمحافظاتها 21 ونسي 30 مليون. الله ينور عليك. إذن التحدي الحقيقي، هل يعني سأسألك يعني هل تعتقد أن الإشكالية أيضا في تسليم الحكومة بانخفاض مستوى القضية إلى هذا الحد،
يعني قبولها بمناقشة أمر، يعني لما لا تعلي سقف نقاشها وتقول تحدثون عن الحديدة والبلد كلها في حرب؟ قبلت أن يتم النقاش في ستوكهولم لملف الحديدة، وأضيف ملف الأسرى الذي لم ينجز منه شيء حتى الآن. هي أحيانا كما يقال في دبلوماسية التفاوض ودبلوماسية الحوار، أحيانا لأطمئن المجتمع الدولي على أني راغب في أي حل أسير مع أجندتي. والمجتمع الدولي هنا قدم على أننا نبدأ بقضايا صغيرة، يعني بعض استراتيجيات حل المشكلات. البعض يرى الهرم من الأعلى فيقول حل المشكلة الرئيسية فتحل جميع المشكلات، والبعض يقرب الهرم فيقول جزئ المشكلة إلى صغير 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 لتصل إلى الحلول الاستراتيجية. أخذ بهذا المنطق الآخر فقيل أننا نبدأ بموضوع المختطفين والأسرى ونبدأ بموضوع الحديدة لكي تتولد الثقة. الحكومة أرادت أن توصل رسالة للمجتمع الدولي على أننا بعدكم لأي حل. الحكومة تعرف طبعا، وهذه معلومة مؤكدة 100%، أن الحوثيين لا يمكن مطلقا أن يستجيبوا لأي حلول أو شروط تحل مشكلة. هؤلاء جماعة ميليشاوية انقلابية إرهابية عقدية ترى الحكم. يعني هل يمكن أن يتفاوض ويحل مع داعش؟ هل يمكن أن يتفاوض يعني مع القاعدة؟ لماذا؟ لأنها جماعات عقدية. المشكلة أن المجتمع الدولي يتعامل مع الميليشيا الحوثي كمكون سياسي وتعامل وتم عقدية. القبول بها منذ أول جلوس على طاولة. أنا فقط أريد هنا أؤكد يا أستاذة وأقول لأختي سحر وللإخوة في الخارجية والمغتربين وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ومجلس النواب، أن التحدي الحقيقي الذي نقصده في دبلوماسية التمثيل الخارجي هو الوصول للست المكونات، للحكومات ومراكز القرار وجماعات الضغط والإعلام ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام. إذا وصلنا سنقول والله الأداء جيد، لكن أين وصولنا؟ إذا اسمح لنا أستاذ شوقي أن ينضم معنا عبر سكايب الناشط السياسي إبراهيم القعطبي من نيويورك. مساء الخير أستاذ إبراهيم. مساء النور لك ولمشاهدينك الكرام. أهلا بك أستاذ إبراهيم، وأود منك أن تحدثني عن كيف تتابع ازدياد أنشطة الحوثيين في الأروقة الدولية الأوروبية والأمريكية و يعني شرق آسيا وغيرها من الدول؟ أنا في اعتقادي أن ميليشيا الحوثي تنطلق من استراتيجية ذو أبعاد مرتبة، وأيضا يعني المجال مفتوح لهم كونهم موجودين على الأرض، وينطلقون من استراتيجية أنهم يودون حكم اليمن أو على الأقل الجهة الشمالية من اليمن. وفي المقابل لا يوجد أي رادع من ناحية أنه الحكومة الشرعية قزمت نفسها داخليا وأيضا صادرت قرارها خارجيا، كما نعرف ويعرف الجميع أن الحكومة اليمنية والخارجية اليمنية لا تملك أي قرار في تسيير أمورها أو استقلالية من هذه الناحية. العالم والمجتمع الدولي ينظر إلى الحكومة الشرعية على أنها أداة بيد الإمارات السعودية ولا تستطيع القيام بأي شيء، وهناك دلائل كثيرة. هل تقيد، اسمح لي أستاذ إبراهيم، حتى في الأراضي الذي هل التحالف يقيد الخارجية والإعلام وصانعي الرأي العام من إعلام وغيره تقيده في هذه الدول؟ نحن نتحدث عن خارجية أداءها ضعيف مقارنة بما يصنعه الحوثيون، يعني ربما يمثلون في المحافل أو في الفعاليات الدولية الرسمية، ولكن في غير ذلك نجد أن الحوثيون هم من يقومون بذلك. هل التحالف يقيد الشرعية ألا تتحرك وتتحدث عن قضيتها؟ هناك عدة مسائل من هذا الناحية. أولا كما تعرف الخارجية اليمنية والسفراء اليمنيين لا يستطيعون الانطلاق إلا بما يقرره عبد ربه منصور هادي، وهو غيب عن الشاشة تماما ولا يستطيعون حتى القيام بأي شيء من الناحية اليمنية دون الرجوع إلى دولة التحالف اللي هي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. فلذلك فقط سيطر على قرارهم السياسي والسياسي، ومن ثم العالم الشرعية ليس بأيديها أي تقدم ولا تستطيع القيام بأي شيء. كما ذكرت قبل قليل سمعت
هي تتحدث انه سفاره ثلاث دول لا يوجد لديها الا اربع اشخاص، هؤلاء اشخاص بحد ذاتهم لا يستطيعون حتى تقديم الخدمات للطلاب وللجرحى، فما بالك عن اداره شؤون يعني دوله وبالذات في حرب وفي مجاعه انسانيه وكوارث انسانيه. لدينا مشكله حقيقيه، ان المشكله هي في اساس الحكومه الشرعيه التي لم تبدي للعالم ان لديها نوع الاستقلاليه في القرار وانها تستطيع التحرك في جميع المجالات. هنا المشكله الحقيقيه. العالم انا في اعتقادي لم يعد يرى الشرعيه الا اداه بيد التحالف، ولذلك يحاول التخفيف من معاناه الشعب اليمني، وهذا يدعو الى محاوله الحوار حتى مع الحوثيين بشكل مباشر، ليس ترحيبا بالحوثيين وليس قبولا بالحوثيين، لكن الناس الان ينطلقون من الواقع وكيف نستطيع العمل من تقرير ما يجري على الارض، وهم يدركون تماما ان الشرعيه لم تعد الحوثيين متواجدون على الارض بالذات في المناطق الشماليه، ولذلك يجب الحوار معهم. الناس ينظرون ايضا السعوديه والامارات انها دول مارقه ولا يستطيعون التعامل بها بهذه الطريقه وبالذات في الملف اليمني. نعم، اذا اسمح لي استاذ ابراهيم انقل هذه الفكره للاستاذ شوقي الذي استمع اليها. اذا العالم يجد ان الحكومه الشرعيه اداه بيد التحالف ولم يعد يعني قادر حتى على مستوى السفراء لا يستطيعون التحرك إلا بأوامر هذه المغيب تماما عن المشهد. هل تتفق مع هذا الطرح؟ يعني من حق كل يعني كما يقال باحث أو من حق كل متابع أن يقرأ المشهد كما يشاء. أما أنا فأقرأه بطريقة أخرى قد تتقاطع تتفق أو تقترب. نعم. بأن هناك أسباب، هناك أسباب، عدة أسباب لغياب الدور الفاعل المؤثر على المجتمع الدولي بمكوناته التي ذكرتها ومنها الست المكونات. ما هي هذه الأسباب؟ السبب الأول كما ذكرت لك، جميل أن نعد هذه الأسباب بطريقة يعني واضحة. السبب الأول هو غياب الاستراتيجية لدى الشرعية، غياب استراتيجية الحرب لدى الشرعية، غياب تشكيل غرفة أزمات لدى الشرعية، غائب تماما وكأن الأوضاع مستقرة. السبب الثاني طول أمد الحرب. في البداية كان التحالف يستطيع أن يحسم المشهد وأن تنتصر. انظري عندما عزم التحالف على تحرير محافظة عدن حررت بيوم وليلة، بغض النظر هناك اتفاق هناك ما في اتفاق ما لي علاقة، حررت ووصلت القوات إلى مشارف تعز وتوقفت هناك، وظن التحالف بوجود أجندات للأسف من بعض مكونات التحالف، أجندات واضحة تماما مكشوفة الآن صارت، أن هناك أجندات تأجيل الانتصار، تأجيل التحرير. ما هي دوافعها؟ هناك من يقرأها دوافع اقتصادية ابتزازية، وهناك من يقرأها دوافع خصومات يعني أكثر من دافع. إذن طول أمد الحرب ليس لمصلحة التحالف مطلقا، طول أمد الحرب سيدين الإخوة في التحالف، وأنا هنا أقولها بكل وضوح أن الإخوة في المملكة العربية السعودية بالتحديد لأنه رأس التحالف، كلما طالت مدة الحرب كلما كثرت أجنداته وملفاته على السعودية، ولهذا من مصلحة الإخوة في التحالف والمملكة العربية السعودية بالتحديد أن تسارع بحسم المعركة، لأن حسم المعركة هو إغلاق ملفاتها لكن طولها هو فتح. السبب الآخر وهو، وهذه إشكالية، علاقات الدول متباينة، فقد أكون أنا وأنت علاقتنا طيبة لكن أنت وطرف ثالث علاقة ممتازة أنا علاقتي به سيئة. هذه العلاقات السياسية المختلفة والمختلة ما بين الدول ومن بينها ما بين بعض الدول وما بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وهكذا التحالف، هذه العلاقات تسببت في موضوع الملف اليمني والقضية اليمنية. سأعطيك على سبيل المثال، كانت هناك مشكلة فيما يتعلق بالصحفي المرحوم رحمة الله عليه جمال خاشقجي، قضية إنسانية من حق المجتمع الدولي، من حق الإخوة في المملكة العربية السعودية، من حق الدولة التي حصلت فيها الجريمة تركيا أن تناقشها، وأن ما جميل وأن لا يضيع دم هذا الرجل البريء، ممتاز. ما علاقة اليمن؟ ربطت، ولهذا استغربت يوم من الأيام وأنا أستمع إلى مجموعة من النواب الأمريكيين في الكونغرس الأمريكي
في أنهم يناقشون قضية جمال خاشقجي ويطالبون بوقف الحرب في اليمن. يعني الربط هذا ربط ممتاز، كلنا مع وقف الحرب في اليمن، حتى إخواننا في بعض الدول العربية التي بينها وبين السعودية بعض الإشكالات يطالبون، كلنا مع وقف الحرب. لكن ماذا، كيف نوقف الحرب؟ نوقف الحرب يعني نسلم الدولة للحوثيين، نسلمها لميليشيا الحوثي. نحن قلوبنا تتقطع على كل قطرة دم وعلى كل حجر يسقط بفعل دمار سواء من الأرض أو من الجو. لكن كيف أوقف الحرب بالضبط؟ هذه نغمة ظاهرها الإنسانية لكن حقيقتها خلاف مع السعودية. يعني أنا موافق نوقف الحرب، ولهذا هذه العلاقات الآن المتباينة ما بين بعض الدول والإخوة في التحالف أو المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص سببت إشكالية في الموضوع اليمني. نعم. أؤكد على أن التحالف لن يستطيع مطلقا أن يوقفني عندما أكون قد تبنيت قضيتي. نعم. إذن أستاذ إبراهيم، برأيك يعني العالم والرأي العام العالمي يجد أن الحرب هي عبارة عن أن السعودية تقصف اليمن وأن الوضع الإنساني كارثي بسبب الحصار وبسبب المجاعة الحادثة بسبب هذا القصف وبسبب هذه الحرب، لما المشهد بهذه الصورة وكيف تقبل الشرعية أن يظل المشهد بهذه الصورة؟ وهل يمكن أن ترفض يعني أو تستطيع أن تجابه كل من يحاول تقييدها لإيصال الصورة بشكل صحيح؟ هناك مشاكل عديدة ومعقدة، لكن كما ذكر الأستاذ شوقي أنه لا يوجد استراتيجية للحكومة اليمنية، وأصبح مجموعة الفريق الحكومي يعني لا يهتمون بالموضوع اليمني ولا يوجد لديهم أي قرار. على سبيل المثال يعني المناطق المفترض أن تكون حررت، هناك ميليشيات تقوض الحكومة الشرعية. إذا لم تستطع شرعية أمام العالم أن تقول للإمارات وميليشيات أوقفوا حدودكم، وقفوا عن هذه المهزلة وعن هذا الجرم التي ترتكب في المناطق المحررة، إذا لم تستطع تقول لأحد حلفائها بهذه الطريقة، فما المنتظر من المجتمع الدولي أن يقدمه للحكومة اليمنية إن لم تستطع أن تقول لأحد حلفائها وقفوا هذه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب اليمني؟ هذا من ناحية. من ناحية ثانية هناك منطلق كراهية يعني في الغرب للسعودية كمنظومة وكدولة يعني. نعم. وهذا شيء واضح ومعروف لدى المجتمعات الغربية أنها دولة مارقة في حقوق الإنسان، أنها دولة يعني دكتاتورية وأنها دولة تصادر حقوق الإنسان، فما بالك ما يجري في اليمن. والناحية الثانية لا يوجد هناك أي استراتيجية إعلامية أو حتى من خلال يعني العمل مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لدى الحكومة الشرعية. لا احدا في العالم، لا في الاعلام ولا في حقوق الانسان ولا في اي منظمات اخرى سيتعاملون مع الامارات والمملكه العربيه السعوديه مطلقا. فلذلك المشكله الحكومه الشرعيه وضعت كل بيضها في سله الامارات والسعوديه، وهنا الكارثه الاكبر. كما وضعت الشرعيه كل بيضها في سله التحالف، المجتمع الدولي يهمه الحق. المشكله هنا المجتمع الدولي لا يهمه ما يحدث الصراع داخل، يهمه إيقاف الحرب بأي طريقة من الطرق، كون أن الحرب لم تعد تحسن أي شيء على الناحية العسكرية، كون أن الحرب لم تعد حتى تحسن أوضاع الناس في المناطق التي كان يفترض أن تكون محررة. هناك ما ذكر المبعوث الأممي لشؤون الإغاثة الإنسانية في الأمم المتحدة قبل حوالي شهر، الإمارات وقفت حوالي 1200 حاوية تابعة لبرنامج الإغاثة الدولي ولا تسمح له بالدخول محررة في عدن. نتكلم على مجاعة حقيقية، فلذلك العالم لم يعد يسمع لأي من يتحدث به التحالف أو الحكومة الشرعية كونهم لن يغيروا أي شيء على أرض الواقع، وكونهم لن يقدموا أي شيء من ناحية العسكرية ومن ناحية الإنسانية ومن ناحية. شكرا لك أستاذ. ينطلق الحوثيين وحلفائهم للتأكيد أن هذه الدول مارقة وأنها تقوم بتدمير الشعب اليمني، ولذلك يجب إيقاف الحرب. هذه هي المشكلة الحقيقية. نعم، شكرا لك أستاذ إبراهيم القاطب الناشط السياسي، كنت معنا عبر سكايب من نيويورك. في أقل من دقيقة أستاذ شوقي تعليقك. واحد، في موضوع المجتمع الدولي يحب السعودية أو يكره السعودية، هذه علاقات دولية تقوم على المصالح وتقوم على، وبالتالي لا نستطيع أن نقول يحب أو يكره. النقطة الثانية، أؤكد على أهمية التواصل الفعال
مع المجتمع الدولي المكون من الحكومات ومراكز القرار وجماعات الضغط والإعلام ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام. النقطة الثانية الثالثة المعني بذلك هي منظومة وزارة الخارجية ووزارة المغتربين ووزارة حقوق الإنسان والمنظمات المدنية والناشطين والبرلمان. النقطة التي تليها أمد الحرب هو الكارثة، كلما طال أمد الحرب كلما انقلب الطاولة تنقلب على الشرعية وتنقلب على التحالف، فالناس لا يشاهدون لا يعرفون مطلقا إلا ما يشاهدونه، لا يتذكرون من المتسبب ومن صحيح. هم يشاهدون طفل يقتل أو بيت ينهد، وبالتالي كلما طال أمد الحرب كلما كانت الكارثة أكثر. إذن شكرا جزيلا لك البرلماني شوقي القاضي عضو لجنة الحقوق والحرية في مجلس النواب، كنت معنا في هذه الحلقة. أشكر لكم وأيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كنوا برعاية الله وأمنه.